أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما.
ويدعو الإنسان بالشر دعاء لتبتغوا فضلا
ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب شيء فصلناه تفصيلا وجعلنا الليل فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وقل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا فما حولنا
مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدي فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده
خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن وسعى لها سعيها ومؤمن وسعى لها سعيها ومؤمن ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ومن أراد الآخرة وسعى لها ومن أراد الآخرة وسعى لها ومن أراد الآخرة وسعى وسعى لها سعيها وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها ومن أراد الآخرة وسعى لها ومن أراد الآخرة وسعى لها ومن أراد الآخرة وسعى وسعى لها سعيها Mm-hmm.
كلا نمد هؤلاء وهؤلاء كلا نمد هؤلاء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى ربك ألا تعبدوا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إِنَّا
وقل لهما قولا كريما. وقل لهما قولا كريما. وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يا رب يا رب يا رب
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما وَسَاءَ
سبيلا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا تسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربا مال اليتيم ولا تقربا مال اليتيم ولا تقربا مال اليتيم إلا بالذي أحسن حتى يبلغ أشد وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها
سيئه عند ربك مكروها. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الكريم الذي خلق. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. خلقك فسواك فعدلك. خلقك فسويك فعدلك. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. لك فعدلك. خلقك فسواك فعدلك. في أي صورة ما شاء ركبك. ولا تمشي في الأرض مرحا. إنك لن تخرق الأرض ولا تبلغ الجبال طولا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لن تخرق الأرض ولا تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ما غرك بربك الكريم الذي خلقك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. في أي صورة ما
شاء ركبك ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولا تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها فسويك فعدلك في أي صورة ما شاء أركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين وما أدريك ما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين وما أدريك ما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين
تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله إنا أكتر من كده Oh.
وما أدريك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة تروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. الله أكبر. وحدوا جميل أبو إسلام. يا حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم. ذلك الكتاب. الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. أيها الجمع الكريم، نسرادق المقام أمام منزل المرحوم الحاج عبد الصبور عبد اللطيف خليفة الشويخ بالعساكرة. كان الاحتفال بليلة القدر وذكرى المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم الحاج عبد الصبور عبد اللطيف خليفة الشويخ، وتأديم حفيده الطفل الشهيد مهند جعفر عبد الصبور عبد اللطيف خليفة الشويخ. وكان قارئنا قارئ الإذاعة والتلفزيون فضيلة الشيخ محمود سلمان الحلفاوي قارئا، وفضيلة الشيخ علي أمين واعظا، وفضيلة الشيخ علي الصعيدي مبتهلا. وكانت الإذاعة الصوتية والسلكية واللاسلكية والفراشة والإنارة لفراشة الحاج صدر الفاعي للصوتيات والفراشة ببرديس. وكان هذا الحفل التصوير وحدة فيديو مكسر استوديو البساتين بجرجة الحاج أحمد فهمي. وكان معنا المعلم عارف الجرجاوي بوفين، وكان معهم أبو سعود صبر الفاعي لتقديم برامج هذا الاحتفال المبارك. وكان هذا الحفل إعداد وإخراج فراشة الحاج صبر الفاعي للصوتيات والفراشة. نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.